شاعر يلقب بأمير الشعراء العربي. سهلة جدا وواضحة جدا كمان. أحمد بيك أبو تريكة. شخص عبد الحميد. أول شخص اديني 100 جنيه. بتعمل إيه؟ أول شخص يحاول الطيران. برضه سهلة جدا وواضحة جدا. عباس ابن أبو تريكة. ملك عربي، لا عربي إيه؟ ده ملك فرعوني. ملك فرعوني تولى الحكم صغيرا. صعب صح؟ لا استني، هي كام؟ 18. يبقى توت عنخ أبو تريكة. يا لهوي يا لهوي يا رب. صح. عوض عليا عوض الزملكاوية والإسماعيلوية يا رب. يا خال. مين؟ أنا تامر من لحمك ومن دمك يا خال. معلش يا تامر، إحنا خرجنا مش موجودين. مش ما أمال مين اللي بيكلمني؟ أنا الأبصر ماشين، سيب رسالتك. يا خال افتح يا خال، مش وقت هزار يا خال. انا ما بهزرش، انا الانسر ماشين، سيب رسالتك. تو تو. طب افتح ولا سيب رسالتي جوه يا خال. يا نهار اسود، ده مهما صفرت له مش هيسيب نينا. قوم افتح لي وخلصينا. غيتت زيهم. طيب يا اخويا، طيب يلا بس بقى. الحقني الحقني الحقني. داريني يا خال داريني. يا لهوي، ايه يلا تعمل عاملة وجاي تسخب عندنا؟ ايه جايب لنا مصايب ايه تاني؟ والله ما فيه مصايب ولا حاجة يا مراد خالي، لكن دي قضاء الله. لا لا ما تقولش. ايه بقى دي؟ اختي اتخرجت وانا ما حضرتش خرجتها. يا حبيبتي يا عادي. ما هي في حياتك يا ابني؟ دي عيلة، دي لسه ما دخلتش دنيا، طلعت على الاخر على طول. مين دي يا خال اللي اتخرجت؟ ده انا اللي هتخرج. امي بقى تم صحه وعافيه، انما دي هتتاويني زي البهيمه النفقه. بهيمه نفقه؟ يعني انت عليك نفقه لبهيمه؟ نفقت ايه وبهيمه ايه يا خال؟ يا ريتني ما دخلت ولا سبت لك رساله على الانشر ماشين ده. يا خال يا خال، القضيه فابويه ابويه مرزوق. ايه ابوك ماله؟ ده مات واتدفن وحضرنا جنازته وخلصنا من الحدوته دي خالص. ده احنا حضرنا يجي 20 سنويه ليه؟ اه الكلام ده عندكم هنا، انما احنا حدانا في البلد فيه نظام تاني خالص. في ايه يا تامر يا ابني؟ ابويا يا خال لازم كل يوم بعد ما مات بجسده يحوم بروحه كده، يفضل يحوم كده عندنا في البلد ويطمن على امي وعلى حالنا وعلى حال البلد نفر نفر. يحوم ايه؟ ما انا كدب بقى. لو ابوك بيعرف يحوم كان غرق ليه؟ يا لهوي، بيقول لك بيحوم. اتريني الحاجات اللي بتنقص في المطبخ اهو راحت فين؟ يعني مرزوق بيجي ياخدها ويمشي؟ مش بيحوم؟ مطبخ ايه بس وبيحوم ايه يا خال؟ يا خال ابويا شايل من امي شيله كبيره قوي يا خال. اخر مره ظهر ليها في اوضه المسافرين، اول ما طلعت له كده ودى وشه الناحيه التانيه. لا لا، دي عادته والله، عادته من اول يوم اتجوزها فيها، اول ما يشوفوا شارعها مديها ظهره على طول. لا يا خال، المره دي غير. ابويا شايل يا خال ومحمل عشان امي ما كبرتلوش صوره كبيره في اوضه الصالون تخليدا لذكراه. قامت امي جابت لي صورته الصغيره الوحيده اللي عندنا وقالت لي تنزل على خالك تكبرها 30 في 70 وتلونها بالالوان الطبيعيه على حسابه. قلت لك انزل على خالك. والصوره مقاس كام؟ 30 في 70. 30 في 70؟ ماشي، هات يا ابني صوره ابوك وانا لونه. يا ريت يا خال يا ريت. الصوره ضاعت في القطر يا خال. طيب يعني ما تعرفش تتصرف في الصوره يا ابني؟ يا خال بقول لك الصوره نسيتها في القطر والقطر طلع قدامي. حل ايه؟ طيب اتصرف لنا في ابوك نفسه، هاتوا نصوره ورجعوا تاني.
يا خال حس بيا بقى يا خال. طيب يا ابني اسهل من ده كله، خد انت كاميرا واطلع صوره وارجع بسرعه. بقول لك ايه يا واد انت، ما تاكلش دماغنا، احنا فينا اللي مكفينا. روح قول لامك الصوره ضاعت عشان كنت تشقني زي الشمامه نصين. يا ريت. بقول لك ظهر لها في اوضه المسافرين وهيجي لها تاني في المنام يسال على الصوره، ولو ما لهاش بيت كبره هتضيع فيها رقابينا كلنا. طب بص لنا ليه؟ احنا مالنا يا اخويا؟ لا احنا مالناش دعوه باللي بتقوله ده كله. احنا مالنا؟ لا ما انا هقول لامي ان انت اللي ضيعت الصوره، وخلي ابويا يجي لك بقى بالجريده بتاعت زمان. ايه؟ فاكر الجريده بتاعت زمان اللي كان بيهش بقى الطير دي ويشوف شغله معاك؟ لا كده يبقى ظلم. حتى لو ابوك مرزوق جاني في المنام هقول له انت ظالم يا مرزوق، والله انت ظالم يا مرزوق، لان انا ما عملتش حاجه يا مرزوق. يا راجل يا راجل استرجل، مرزوق مات من زمان، خايف من ايه؟ بيقول لك بيحوم، بيحوم يا عايده، والفيوم قريبه، دي خطوتين ويبقى هنا. اسمع يا خال، انت صعبت عليا وانا مش ممكن اسيبك في الضيقه اللي وقعت نفسك فيها دي، لان امي لو عرفت انك ضيعت بايدك صوره ابويا هتطين عيشتك. لذلك انا هفكر لك في مخرج، انت تشوف لابويا صوره صغيره عندك في الدولاب تكبرها 50 في 70، ويا دار ما دخلك شر.